دعا برهان صديقه المخطط الذكي إحسان لمساعدته في القضاء على قوات تسوتسو الكبيرة والخطيرة، وكان عليه أن يقنع تسوتسو بخطة تدمر أسطوله القوي. كانت خطة السلاسل الحديدية خطة ذكية سر بها تسوتسو كثيرا، لأنها ستنقذ جيشه من الهزيمة. لكن تسوتسو لم يكن يعلم أن هذه الخطة قد صممت لهزيمته النهائية. هرب إحسان بذكاء من قبضة تسوتسو وأنقذ معه تانفو الصديق الوفي لعبد الرحمن. أخيرا وقعت تسوتسو في الفخ وأصبح الآن مثل أرنب يذهب إلى حتفه. أهنئك مقدما. ما زال الوقت مبكرا على تبادل التهاني يا لوسو. لا تنسى أن تسوتسو قائد ذكي وربما فاطنا إلى رفع السلاسل قبل أن نشن هجومنا عليه ونحرق سفنه. إذا يجب أن نسرع في القيام بهجومنا عليه قبل أن يتصرف. كلامك صحيح، ولكن هناك ما يقلقني. لا تقلق أبدا يا سيدي، لقد خطط إحسان لكل شيء بشكل دقيق، والقائد كاي سيشفى من جروحه استعدادا للذهاب إلى تسوتسو، وبرهان معنا. إنه بارد ولكن ليس كما يجب. عشرون سنة على انطلاقي، وفي هذه الأيام أوشكت على تحقيق أحلامي وطموحاتي الكبيرة. أملك أكبر قوة في البلاد، لذلك يجب أن تكون البلاد كلها تحت حكمي وسيطرتي. كل شيء يسير لصالح الآن. لدي جنود مخلصون وقادة أبطال ومخططون بارعون. سنقيم احتفالات النصر قريبا بعد أن أقضي على كل أعدائي. لن يقف في وجهي شاب مغرور مثل شويو ولا فتى مثل عبد الرحمن. إنهم لا يعرفونني. وأنتم أيها الرجال الأبطال، يا من وقفتم معي هذه السنوات الطويلة ولم تغدروا بي، ستنالون مكافآتكم المجزية لقاء إخلاصكم، وستعيشون بعد هذا اليوم في أمن وسلام. لا تقلق يا سيدي بعد هذا اليوم، إن الفجر يبزغ ووهج النصر يلوح في الأفق عاكسا أحلامنا. إنه فجر الانتصار. لست خائفا من أي شيء يا هايو، ولكن القلق شيء طبيعي. أتذكر أول مرة قدت الجيش فيها؟ كنت ما أزال غضا فيما الجبابرة يملؤون البلاد. يومها انتصرت مرات وهزمت أخرى، أما الآن لن يهزمني أحد. أجل يا هايو، اليوم صرت أقوى الجبابرة. وفي تلك الأثناء غادر القائد عبد الرحمن مواقعه إلى مكان قريب من ساحة المعركة بناء على طلب من برهان، كما اتجه حمزة ومعه عدة سفن إلى نفس المكان. وهذا يعني أن المعركة قد أوشكت على البداية. جهز نفسك جيدا، سنهاجم تسوتسو من الخلف قبل أن يهاجمه شويو وينتصر عليه. فكرة معقولة، لأنه من يضرب أولا سوف يكسب المعركة الأخيرة حتما. صحيح، لن أسمح لشويو بأن يقطع رأس تسوتسو قبل أنا. سيكون رأس تسوتسو من نصيبي. هل أنا سأقتله؟ أصمت أيها المدلل. أراكما تخططان للمعركة دون استشارة أحد، لا تتحركا من مكانكما، سننتظر تعليمات برهان. عندما يصلنا أمر التحرك يكون شويو قد سبقنا. أمر مؤسف أن نتلقى أوامرنا القتالية من السيد برهان. ماذا تقول؟ غامر برهان بحياته من أجل انتصارنا، يجب أن لا نفسد خطته. القائد حمزة لا يتقبل المزاح. صحيح.
حمزة، أخبرتني جليلة أن ترتيبات الهجوم على جيش تسوتسو أصبحت جاهزة. حسنا، هذه المرة سنشعر بطعم الانتصار لأننا أعددنا لكل مفاجأة. ولكن برهان ما يزال تحت قبضة شويو، هذا يقلقني. لا تقلق، سيذهب شيان لإحضاره وسيكون برهان بخير. حافظ على سلامة صديقنا برهان جيدا يا شيان. لا تقلق، لن يستطيع أحد أن يمسه بسوء. يوشن، هل شفي جميع جنودنا من المرض؟ لا، هناك الكثير منهم ما زالوا مرضى. حسنا سيدي، سنتجنب الاهتزازات بوصل السفن، ولكننا سنتعرض لكارثة إذا هاجمنا العدو بنيرانه. يجب أن نأخذ الاحتياطات اللازمة لفك السفن في هذه الحالة. أنا أرى أن كلام القائد هايو صحيح. ما أضيق أفق تفكيركم أيها القادة. أجل، الهجوم بالنيران يحتاج إلى رياح قوية. انظروا، الرياح لن تهب الآن إلا من جهة الشمال. هذا صحيح، ونحن ثلاثة في جهة الشمال، لذلك حتى ولو هاجمنا شويو بالنيران فسيحرق نفسه. أنت ذكي فعلا. ولكن الخطر يأتي من هجومهم المتوقع قبل أن يشفى جميع جنودنا من الدوار الذي أصابهم. حسنا، اخدعوا العدو بإظهار معنوياتكم العالية. إذا من الأفضل أن يفعل شيشو ذلك، لأنه يستطيع السيطرة على القارب جيدا. أرسل 20 قاربا كبيرا لاستعراض قوتنا أمام قواتهم، ولكن كونوا حذرين. حاضر. يبدو أن المعركة الفاصلة مع تسوتسو قد بدأت فعلا. لا، هذا مجرد تهديد لإظهار روحهم القتالية. ما تزال السفن الكبيرة مربوطة بالسلاسل على الشاطئ. ماذا سنفعل الآن؟ اطلب من القائد هانتانك الرد عليهم بعدة قوارب فقط. إن هذه القوة الصغيرة لا تستحق أكثر من هذا الرد عليها. برمية رمح واحد فقط استطاع هانتانغ أن ينهي المعركة. الرياح. ما الأمر يا سيدي؟ سيدي القائد، سيدي شويو. لم يستطع لوسو أن يكتم سر مرض شويو، فانتشر الخبر بين القادة من الجنود، وكان الخوف من أن يصل الخبر إلى تسوتسو. لقد أصبحنا في ورطة يا سيدي، ماذا سنفعل في هذه الحالة الصعبة؟ هل تقصد بعد أن مرض القائد شويو؟ كيف عرفت ذلك؟ الجميع سمعوا بأمر مرضه. الناس لا يحفظون الأسرار. لقد طلبت من رجالنا ألا يتحدثوا بأمر مرض شويو حتى لا يستغل تسوتسو هذا الوضع ويهاجم قواتنا. الأمر ليس خطيرا إلى هذه الدرجة. كنت وعدت القائد شويو ألا أفشي هذا السر لأحد. سوف أزور القائد شويو كي أحاول معالجته من المرض الذي أصابه. ها؟ وهل تعرف في أمور الطب والمعالجة أيضا يا برهان؟ أجل،
في الظروف الصعبة يجب أن نتعلم كل شيء يا صديقي. أنت رجل نادر. شكرا. سمعت بأنك مريض جدا، لذلك جئت لأطمئن عليك. لقد جاء مرضي في ظروف غير مناسبة، لا يستطيع الإنسان أن يعرف ما يمكن أن يصيبه أبدا. أجل، هذا صحيح، الإنسان عاجز عن تقرير مصيره على هواه، الله وحده قادر على كل شيء وقادر على شفائك. لا تخف يا شويو، أنت تتألم من غصة أصابت تنفسك. حالتك سهلة جدا وعلاجها بسيط للغاية. أنت لست مريضا جسديا ولن تستفيد من أي دواء أصفه لك، لكن شفاءك سهل. هل أنت متأكد يا برهان سأشفى حقا؟ أعرف وصفة مناسبة لمرضك. إذا أرجوك أخبرني ولن أنسى فضلك. أنت مريض نفسيا يا شويو، لأنك تنتظر هبوب رياح الجنوب حتى تبدأ هجومك على تسوتسو. كتبت أوقات هبوب الرياح، يجب أن تحتفظ بها. استطاع برهان أن يقرأ حالتي النفسية جيدا، رجل خطير. لا تقلق يا شويو، لابد أن تهب رياح الجنوب قريبا. ليتها تهب بسرعة. الذين يعرفون أحوال الطقس يقولون إنه في مثل هذه الأيام من السنة تجري تبدلات في اتجاه الرياح، وهذا ما يؤكد أنها ستهب من الجنوب قريبا. ماذا؟ هل صحيح ما تقوله يا برهان؟ هل رأيت كيف أفادتك وصفتي الطبية وجعلتك تستعيد عافيتك؟ قلقك هو سبب مرضك، وهبوب الرياح الجنوبية هو الدواء الشافي. لم أكن أدري أن الانتظار يسبب آلاما قاسية كهذه. الرياح ستهب، سنقوم بهجومنا. نرجو من الله أن يجعلها تعصف في أقرب فرصة. ولكن لماذا أنت واثق من تغيير مجرى هبوب الرياح يا سيدي؟ لوسو، هذه موضوعة علمية أصبحت معروفة، إن الأرض تصبح في مكان آخر بالنسبة للشمس في مثل هذه الأيام، ولهذا السبب يتغير مجرى الرياح الشتوية من الشمال إلى الجنوب. هل فهمت ذلك يا لوسو؟ كلماتك تريحني وتجعلني قويا من جديد. ألا ترى أن وصفتي قد نجحت يا شويو؟ أما الآن علينا مراقبة الرياح، شيد منارة عالية. حاضر، سأنفذ حالا. والآن يا سيدي يجب أن تنهض من فراشك. لن أضيع الوقت، سأجهز نفسي للقتال فورا. إن رياح الشمال تهدأ بسرعة. ازدادت البرودة واقترب موعد رياح الجنوب. أجل، بنى لوسو منارة عالية في قمة الجبل وربطت بقطع قماش لمراقبة تغير مجرى الرياح. كان الجميع متشوقين للانتصار النهائي على تسوتسو الذي بدأ طمحه يطغى على كل شيء. كان برهان يدرك جيدا أن اتجاه الريح سيتغير، ولكن متى لا أحد يستطيع معرفة ذلك. أريد منك يا لوسو أن تخبر شويو بأن يبدأ الهجوم فورا في اللحظة التي تهب فيها الرياح من الجنوب. سأخبره بهذا الأمر يا سيدي. عندما تهاجم عليكم أن تشعلوا النيران مباشرة في سفن تسوتسو. حسنا يا سيدي. هذا السيف سيحسم المعركة، لا أريد منكم التراجع حتى يكتب الفوز لنا. أوشك الصراع على نهايته.
صعد برهان إلى قمة الجبل حيث المنارة العالية، وهناك كان ينتظر ببالغ القلق هبوب الرياح التي ستغير مصير البلاد وتقضي على القائدين الشريرين شويو وتسوتسو، وينتصر القائد عبد الرحمن. حسنا، نحن نملك علما ازرق، استعدوا للانطلاق. اصبح كل شيء جاهزا لرحلتكم يا سيدي، وسنحرق جميع سفنهم بالمواد الكبريتية التي اعددناها لهذا الغرض. جيد، اذا انتظروا هبوب رياح الجنوب ثم ارفعوا الاشرعة. ولكن انا قلق بشأن صحتك يا سيدي. تسوتسو متشوق لرؤيتي والاستماع الى معلوماتي. انها معلومات مفيدة الى درجة انها ستحرق جميع طموحاته. تأخر تبدل اتجاه الرياح كثيرا. تصاعد التوتر كثيرا بين أفراد قوات شويو، وكادت معنويات الجنود والقادة تنهار تدريجيا. وهكذا ظن شويو أن برهان يخدعه لكسب الوقت، لكن شويو لم يكن قادرا على فعل أي شيء سوى الانتظار. هدأت الرياح يا سيدي. يبدو أن برهان خدعنا خدعة كبيرة. من الأفضل أن ننتظر قليلا. إضاعة وقت وحسب. لا تناموا أيها الرجال. لقد بدأت أفقد الصبر، وسفني لن تقلع إلى هدفها كما يبدو. أسمع صوت هدير، إنها الرياح. لقد كان كلام برهان صادقا ولم يكن يخدعني، ولكن وجود هذا الرجل خطر على طموحاتي ايضا. ستبدأ ساعة الحسم الان، وسيذهب تسوتسو الى مصيره المحتوم بعد ان اصابه الغرور. لوسو ارفعوا الاشرعة. ايها الرجال احتلوا مواقعكم استعدادا للقتال حتى الانتصار. هيا هيا هيا. غانسانك اطلب من الجنود القاء القبض على برهان وقتله فورا. حان وقت قتلك الآن. ماذا تفعلون هنا؟ هيا ادفعوه، طاردوه على ظهر السفينة. هيا. تعال من هنا. نحمد الله على سلامتك. مرحبا يا شيان. برهان انهم يطاردوننا. سننجو. هيا حذر. سيد برهان، القائد شايا يريد ان يعبر لك عن شكره. بلغ قائدك تمنياتي له بمعركة ناجحة، سنلتقي في ظروف اخرى. برهان عد الينا. كنت اتوقع موقف شويو هذا، يا له من رجل شرير. ان منظره يثير الازعاج. ها؟
شايان أنت بارع. ليتني كنت أملك ذكاءك يا برهان. سنفكر بإجراء مناسب ضده بعد أن ننتهي من معركتنا ضد تسوتسو، لن يفلت منا في المرة القادمة. أجل، والآن سنبدأ الهجوم على تسوتسو. حركوا السفن وأشعلوا النار. نجح برهان في رفع معنويات القائد شويو وجنوده، لأنه كان يعرف جيدا حالة الطقس في مثل هذه الأيام من السنة. كان مصير بلاد بأكملها يتوقف على هبوب رياح الجنوب، ولكن الرياح التي هبت ستحمل معها تاريخا جديدا لا أحد يعرف ما هو حتى الآن، وخصوصا أن قوى الشر ما زالت تتوهج.